والآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية. إلى شروع عماد الدين نتابع معها آخر التفاصيل. تفضل. شكرا لكما إلهام ونهى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة فيتش لقطاع البتروكيماويات في مصر، حيث أكدت الوكالة استمرار نمو القطاع في المستقبل مع انتقال مصر من الاستيراد إلى التصدير، وأن مصر ستكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول 2040. هذا وشاركت وكالة فيتش إلى ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار، متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة الذي توقع صادرات بقيمة 85 مليار دولار أمريكي بزيادة حوالي 11%. نفى المركز الإعلامي والمجلس الوزراء صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية. وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار خلال الفترة من 19 من إبريل الماضي وحتى 27 من الشهر ذاته. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة لدورها المتميز في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الاستثمار مع رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني جون كاروي. وأعلن هيبة أن العام الحالي سيشهد تركيزا حكوميا على السوق اليابانية، حيث سيتم تنظيم زيارة ترويجية لطوكيو في سبتمبر لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو في نفس الشهر زيارة لوفد رجال الأعمال الياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تلقى فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تلقي بظلالها على السوق. وانخفض خام برنت بنسبة 1.32% ليصل إلى 78.26 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45%
مسجلا 74.56 دولار للبرميل. هذا وقد تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.31% لتصل إلى 2.35 دولار لللتر، وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.93% لتسجل 2.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية الروسية أن سعر خام الأورال الروسي ارتفع إلى 58.63 دولار للبرميل في أبريل من 47.85 دولار في مارس الماضي، ولا يزال هذا السعر منخفضا عن سعر البرميل الذي بلغ 70.52 دولار في أبريل 2022، كما أنه منخفض أيضا عن سقف سعر البرميل الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا في ديسمبر عند 60 دولارا للبرميل. وتقدر الميزانية الروسية تقدر متوسط سعر الخام الأورال العام الحالي عند 70.1 دولار للبرميل. تراجعت معظم الأسهم اليابانية، إذ تأثرت أسهم القطاع المالي في البلاد بالتوتر الذي يحيط بالنظام المصرفي الأمريكي، في حين تلقت أسهم شركات التصدير دفعة من تراجع الين، وانخفض سهم ريزونا هولدينغز للخدمات المصرفية بنسبة 1.3%، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%، ولمس المؤشر ناكي أعلى مستوى له في 16 شهرا خلال الجلسة، لكنه عند الإغلاق كان مرتفعا بنسبة 0.9% فقط، مع تجاوز عدد الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة. هذا وستكون أسواق طوكيو مغلقة هذه الأيام وخلال الأيام الثلاثة المقبلة للاحتفال بعطلة الأسبوع الذهبي في اليابان. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما إلهام ونهى. شكرا لك شروق عماد.